شهد قطاع الصحة العمومية مشكلا في التشغيل، وبالتحديد لدى أصحاب شهادة مساعد الصحة، وقد واكبنا اعتصامهم أمام الإدارة الجهوية للصحة العمومية بقفصة. خد بالقاسم عامل فورماسيون ايد سوانيو كيما اصحابي كل جينا اليوم كيما جينا قبل جينا عملنا 9 شهور عملنا اعتصام متحضرين ما عملنا حتى فوضى كيما قال تحكي توا زميلتي لو كان كسرنا وحرقنا لم سمعونا لمن يسمعنا سيد المدير الجهوي حكى لي انا قال لي فرونشمون نحكي معاه قال جو سوي با ان ديريكتور ريجيونال جو سوي انسبكتور جو سوي باراشوتي جو سوي افيك فو انا معاكم راني ما عندي حتى داخل ما يهمني حتى في شيء يا ودي انا ماشي طالبين لي ريكروتمون ولا عارفين وزاره الصحه ماهيش تريكريتينا عارفين الوضعيه نتاع البلاد نعرفوا الوضعيه كلها داري شيء الا ريكروتمون يسرعوا فيه شوي 170 واحد ما عادش نشوف الليسته من غادي يا وينهم 2008 مداخلين فيهم 34 واحد رحان سباوي عامل فورماسيون اد سوانيور كيف كيف صحاب اليوم جينا لهنا للاعتصام ماناش فاهمين حتى شيء ماناش دارين على رواحنا وين باش يوصلوا بينا جماعه تو سيد مدير جهوي وين نجوا لهنا الاداره باش نحكوا معاه ما نلقوشي مره في تونس مره مع الوالي الوضعية نتاعنا احنا دخلنا نخدموا 9 شهور ب 120 دينار احنا ماناش طالبين حتى شيء طالبين انهم يسرعونا في الريكروتمون ابدو ثم شكون يستنى عند 3 سنين واكثر واحنا اكثر من 1000 واحد ومازال توا جماعة البريفي تو باش يخرجوا لك زيد دو بروموسيون اخرين باش يزيدوا على 1200 هضامة وماناش فاهمين حتى شيء في قفص هضامة مبدئيا حسنونا الوضعية وازربونا شوي في الريكروتمون وهذاك شنو نطلبوا منك مات جلول قرية إد سوانيون 2008 عندي 4 سنين متخرج 120 دينار 120 دينار ما تعمل حتى شيء عندنا ديكا سوسيال تعب برشا حبهم يدخلوا من 4 دورات توا متخرجين ما دخلوا منا حتى حد دخلوا منا 30 واحد هكا هاو الوزارة عندها مشكلة نتاع إد سوانيون عارفين انها مش باش تقدر انها تحلها كل عندها مشكلة صارت من عهد القديم هذيك مشكلة كبيرة نتاع لي زاد سوانيون انها كثر كثر النومبر كثر كل شيء مش تقدر اما شنو احنا نطالبوا بشوي بشوي واللي هكا انا متحسن لهم الوضعيات عندنا برشا حلول احنا عندنا برشا مقترحات نقترحوهم على الوزارة كيف مثلا انهم يعملونا دي ديتاشمون في الوزارات الاخرى عندنا 273 مؤسسة تربوية في قفصة لهنا معناها فيها ديزانفيرميري كيما الليسيات وكيما اللي فارك وكيما الجامعات والمبيتات الجامعيه فيهم ديزانفيرميري قادر ان اد سوانيو والا دوز اد سوانيو يخدموا 273 مؤسسه تربويه عندنا حلول اخرى عندنا برشا برشا حلول نجم مثلا من حلول انك يا خويا مادام عندك نمبر كبير نتاع ديزاد سوانيو عاود افتح مدرسه للممرضين وشوف اشكون مثلا يحب يمشي يكمل قرايته مش يكمل عام اخر ويخرج يكمل معنا انفيرمي هنا وقصلك من ليزاد سونيو وش الدرون بتاعها مع ليزانفيرمي عندك حلول برشا راه عندنا الحلول شوف لنا يا خويا دي كونترا خرجنا مادام انك ماكش قادر تخدمنا في بلادنا خرجنا شوف لنا حلول برا شوف لنا المهم وقت اللي نمشوا ليبيا تعود عندنا كونترا مضمون ضمناتها الدوله مش نمشي انا هكاك نجم ما يخلصنيش انا الليبي والا القطري والا الفرنسي ما نجموش يقولوا لي ما نخلصوكش ويقولوا لي حق انت راك انت تشوف لي حل دبر لي كونترات وتشوف لي المدرسه شوف لي هذوما اللي ديتاشمون في الوزارات المعامل الشركات الكبار كما السي بي جي والسي سي جي ستاك سونير التليكوم. ورغم تسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الاعتصام تبقى امالهم معلقه على امل ان يتم انتدابهم، ولكن عليهم الان القبول بالحل الموجود والمتمثل في تجديد العقود، فهل تتحقق الوعود؟